سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد. معكم طارق. كما جرت العادة في العروض العقارية الرائعة، في العروض العقارية الشيقة والمختلفة على ما هو موجود بالسوق، جيب لكم اليوم واحد النوع اللي هو مطلوب من العقار، اللي هو عبارة عن دوبلكس. دوبلكس بالمعنى الكلمتي من معنى داكشي اللي تتبغيوه، ما معناه أن عندي دخلة ومكان مخصص للضيوف اللي هي الريسبسيون بوحديتها، والغرف جاو في طبق اللي هما بوحديتهم. اول شيء نفضل اني نبدا به ونوريه لكم هي تكتشفوا معايا الفصاله ديال العقار باش تفهموا بان بالضبط هذا النوع هذا من العقار هو اللي كنقلبوا عليه وما تلقاهش بالضبط. وعلاش؟ لانه مطلوب ومطلوب بزاف. عندي المدخل الرئيسي ديال العقار هو هذا، في الخلف ديالو كاين المصعد، كاين جوج ديال الشقق فقط بمحادثة ديال هذا الدوبلكس هذا، وكانت تواجد في احدى العمارات الفاخره من ناحيه ديال الديكور ديالها، فيها مثلا واحد البوابه ديال المدخل ديال العماره اللي هي رائعه، فيها واحد مثلا استعملوا مواد لتغليف الحائط اللي كانت رائعه. نزيدوا عليها كاين كاميرات مراقبه، شي حاجه اللي بصح منافسه مقارنه مع ما هو مطروح بالسوق. كما قلت اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس القي عليكم اعزائي المشاهدين اجمل تحيه واجمل سلام. نعاود نرجع للباب باش نوريكم الهندسه. عندي الباب المدخل الرئيسي هو هذا، على بالمحادثه ديالو كاين هاد الدرج اللي كيطلعوني مثلا بغيت نمشي للغرف بدون انني ما ندوز للصالون ديالي ولا ندوز للمطبخ. الصالون اللي عندي هو هذا، غادي نرجعوا ليه. نبداو بالمطبخ. المطبخ اللي كانت طبقات فيه واحد الفكره اللي هي واعره، فكره ديال استغلال المساحات. كيف استغلال المساحات؟ المطبخ جا عريض شي شويه، فضل هذا المقاول اللي من هنا كنقدم له التحيه على هذه الفكره هذه اللي كانت واعره، فضل انه يقسم المطبخ ديالو على جوج ديال الجهات ولا جوج ديال الفواصل. كيفاش؟ هي ان الجهه اللي غادي يكون فيها الماء بقات بوحدها، كيفاش غادي يكون فيها الماء؟ عندي هنا مثلا الميتيجور ولافابو دارهم هنا، ماكينه التصبين توا فيها الماء، عندنا مثلا هنايا لافيسيل تاهي غادي يكون فيها الماء، وهاد الكونطوار مثلا كله غادي يمشي لذاك الامور مثلا المعان غسل الخضراء. واخا تفاهمنا على هاد المساله هادي ونادرنا من الجهه المقابله شنو كنلقاو؟ كنلقاو عندنا البوطه البلاصه ديال لاوط، وكنلقاو عندنا كذلك هنا الفران والبلاصه ديال الميكرووند. اذا اي حاجه اللي فيها سخونيه والعافيه كلها دارت من هذه الجهه هذه. نقدر نقول لكم من هنا كاين عندي البالكون، ممكن الانسان يستعملو مشار ولا يدير فيه الشوفو ديالو ما الى ذلك. وعندنا هنا واحد البلاصه فين ممكن يستغل الانسان ويدير جليسه ديالو هنايا بالبلاصه ديال التلفازه. كانت واجد بالضبط بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس أقدم لكم أجمل تحية وأجمل سلام أعزائي المشاهدين أينما كنتم تشاهدونني داخل المغرب ولا خارج المغرب. بالضبط كنتواجد بحمرية. حمرية هو القلب النابض لمدينة مكناس. شوفوا معايا هاد الديكورات هادو اللي تستعملات، مجموعة من مواد الديكور اللي كانت مختلفة وبجودة اللي واعرة، ولكن هادشي كله تحط في بليصة ديالها. اللي كيعطي هذه الجماليه هي ان الامور كتكون محطوطه في البليصه ديالها، وكتحس بان كانت هناك واحد الكفاءه حتى ديال الناس اللي داروا هذا الشيء اللي خدموا، كانت واحد المراقبه، كانت واحد الكفاءه، وكانت واحد المهنيه. لان باش تطيح ولا تجيب عقار وتطيحه بحال هكا راه صعيب، تيقولوا راه واخا تبنيه بيديك راه كيكون صعيب. في واحد كتلقى واحد الديتاي مخربق في شي بلاصه، يا اما في القابس يا اما في لاليمين. مليوم لاقي عقار اللي هو ممتاز، اللي هو عباره عن دوبلكس بمساحه ديال 129 متر مربع، كيتواجد بوسط المدينه ديال مكناس. وقليل ونقدر نقول لكم مفقود بحاله، ماشي قليل، مي هو مفقود بحال هذا النوع هذا. 129 متر مربع من شرق الى غرب مدينه مكناس ما كاينش بهاد المساحه هذه. هنا انا طلعت هنا فين كيتفرقوا عندي الغرف، عندي هنايا ثلاثه ديال الغرف، وغادي تشوفوا الميزه ديال كل غرفه. كنت في الطابق الاول دابا طلعت للطابق الثاني. وهاد العماره هذه فيها دوبلكس الطابق الاول والطابق الثاني، فيها دوبلكس الطابق الثالث والرابع، وفيها دوبلكس الطابق الخامس والسادس. كما قلت عماره راقيه، المدخل ديالها باب رائع خشبي كبير،
بالنسبة للحائط ولا الحيطة اللي كاينين في الممر اللي ديال المدخل ديال العمارة، كلهم داروا لهم واحد التغليف اللي رائع. زيدوا كاينين كاميرات مراقبة، شوفوا معايا الغرفة ديال الوالدين بأرضية اللي شبه خشبية ولا بإيحاءات كما كنقول ديما إيحاءات خشبية. عندي هنايا الحمام، حمام اللي هو نموذجي وحمام اللي معتبر، وكاين هنا الدريسينغ نقدر نقولوا ليه بلاكارات كبار محلولين، شي حاجة اللي واعرة. أما بالنسبة أعزائي المشاهدين للثمن ديال هذا العقد، الثمن فهو كيتباع بالمتر مربع كما هو متعارف عليه بوسط المدينة، هو 8000 درهم. الثمن اللي صدقوني منافس مقارنة مع شنو كاين في السوق من جودة اللي مصاوب في هذا العقار، وماشي تغيير الجودة نقدر نقول هي أن القلة ديال هذا النموذج من العقارات دوبلكس بوسط حمرية، تي راه عشان نقول لك شي حاجة اللي واعرة 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 بزاف. وهنا كتبقى عندي الغرفة الثالثة هي بالبلاكارات ديالها، المساحة ديال 129 متر مربع، عمارة بلاسانسير باركينغ كاميرات، لما كل ما يحتاجه الإنسان متوفر في هذا العقار. تمنيت لكم، تمنيت لكل واحد كيشوف هذا الفيديو من القلب ديالي، تمنيت له هذا العقار هذا. اللي كنطلب منكم أعزائي المشاهدين هو المشاركة ديال هذا الفيديو مع الأهل الأقارب الأصحاب، لربما يكون هناك شخص ما في مكان ما يبحث عن مثل هذا العقار وما عارفش فين يلقاه، وتكونوا أنتم السبب. كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.